السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة السادسة لدكتور أحمد عبد اللطيف. إن شاء الله هنبدأ المحاضرة دي على هنشتغلها على جزئين، بارت 1 وبارت 2. تمام. المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن الكلاس بي. ايه كلاس بي دي بالظبط؟ هي حاجة بحل بيها مشكلة كلاس A. تمام. يعني كلاس بي كانت عندي عبارة عن ترانزستورين، تو ترانزستورز بالشكل ده. تمام. كنت بدخل السبلاي بتاعي كان في البوزيتيف هاف سايكل اللي هي الموجب ديت، كان واحد بيشتغل والتاني ما بيشتغلش. العكس بيحصل في دي، اللي ما كانش اللي كان بيشتغل هنا ما اشتغلش هنا، واللي ما اشتغلش هنا اشتغل هنا. ازاي دوت؟ في Q1 لما كانت دي موجب، ده كان فورورد وده كان ريفيرس. تمام. فالكرنت ماشي كده. العكس صحيح، اكيد لما تقلب الاشارة ده هيبقى ريفيرس وده هيبقى فورورد. تمام. طيب عندي الفي سي سي، كان عندي هنا اتنين في سي سي، في سي سي موجب وفي سي سي سالب. هفترض ان انا عندي السورس ده هيطلع لي كارنت اي ال، بس هيطلع لي بوزيتيف سايكل بس. تمام. بوزيتيف هاف سايكل، والفي سي سي السالب هيطلع لي نيجاتيف هاف سايكل. بالتالي الاتنين لما اتجمعوا مع بعض او لما تحطهم في الدايره مع بعض، يبقى تاثيرهم عباره عن الاي سي كارنت اللي انا شايفه ده. جميل قوي. طيب تعالى نفتكر بقى ايه كلاس A وكلاس B. كلاس A كانت مشكلتها حاجة، كانت مشكلة كلاس A ان انا لما الراديو بتاعي مثلا مفيش سيجنال داخلاله بيستهلك باور، يعني الانبوت بزيرو الاوت موجود، بالتالي بيستهلك باور. ده كلاس A، دي كانت فيه مشكلة عنده. اما كلاس B حلتها لما يكون عندي الفي انبوت بزيرو، الفي اوت برضو بيبقى بزيرو، وبالتالي اقدر اوفر في الباور. تمام. تاني مشكلة كانت عندي في كلاس A، كلاس A الايتا بتاعتها الايتا كانت قليلة جدا جدا، كلاس B الايتا بتاعتها اعلى زي ما احنا هنشوف. تمام. طيب تعال نشوف، انا عايز دلوقتي احسب الايتا بتاعت كلاس B اللي انا ايه بقول انها احسن. اكيد الباور انبوت عندي هتكون الدي سي اللي انا ايه دفعت ثمنها. تمام. الباور انبوت هي عبارة عن ايه؟ الدي سي ده جاي منين؟ جاي من البوزيتيف سبلاي ومن النيجاتيف سبلاي. ازاي؟ ده بيديني دايركت كارنت لوحده، ده كده لوحده دايركت. تمام. وده كده لوحده دايركت، ده سبلاي لوحده وده سبلاي لوحده، ده الدايركت الاولاني وده دايركت الثاني. تمام. طيب بالنسبه بقى ان ده موجب وده سالب، اكيد الباور بتاع ده مش هتضيع الباور بتاع ده. ازاي؟ ده الموجب اللي عندي. تمام. ده الموجب اللي عندي وده السالب اللي عندي، عكست البولاريتي بتاعتها، خليت الموجب هنا والسالب هنا. طالما انا قلبت البطاريه كده، هي كانت هنا المفروض كان هنا سالب في سي سي، كان هنا سالب في سي سي، وكان الموجب فوق والسالب تحت. لما انا اشيل السالب ديت يبقى اخلي الموجب تحت والسالب فوق. تمام. يبقى انا ما عملتش حاجه، كل المشكله بس ان انا بغير في شكل ايه، في شكل البطاريه. بمعنى تاني، بمعنى اوضح، ان مجموع الباور الاويه كليه عباره عن الباور دي زائد الباور دي، اما فكره الاشاره بس في تبديل مكان البطاريه. تمام. طيب عندي كده باور اولانيه وباور تانية، الاثنين قد بعضيهم، يبقى اكني بقول اتنين في الباور بتاعه السبلاي. اجيب جميل السبلاي بتاعي هضربه في اتنين. كويس. تعال نشوف بقى الباور انبوت دي سي هتساوي الاثنين اللي هم البطاريتين في الفولت اللي طالع من البطاريه في الكرنت اي ال. الاي ال اللي طالع من الفي سي موجب او الفي سي السالب هو عبارة عن كده. تمام. بالتالي انا هجيب الافريج فاليو، القيمة الافريج الاي في. الاي في دي هتجيب ازاي؟ تاني عشان افتكر انا عايز اعمل ايه، بس انا عايز احسب البي انبوت عبارة عن اتنين في في سي سي في اي ال افريج. الاي ال افريج اجيبها من هنا، تعال تكامل اي اوف تي دي تي. تمام. من زيرو لتي كده نص بيريود، بس نص بيريود على تي. حلو. التكامل دوت انا لما اعمله طبعا دي ساين، هيطلع لي اي بيك على باي. يبقى الاي افريج هنا هتطلع لي اي بيك على باي زي ما كنا بناخدها في فوريه. تمام. خلاص طلعت اي ال بيك على باي. ليه اسمها الاي ال؟ يعني انا مثلا لما الكرنت بيطلع لي من هنا بيعدي على مين؟ على اللود. ده سيريس مع ده، الكرنت اللي هنا هو الكرنت اللي هنا. حلو. طيب البي انبوت خلاص بتساوي 2 في في سي سي في اي ال بيك على باي. طيب
تعالى بس قبل ما ادخل على الباور اوت، انا علشان احسب الايتا لازم يكون عندي باور ان، حسبتها خلاص. بالنسبة بقى للباور اوت هحسبها، بس ايه، نتكلم على مشكلة بتاعت الكلاس بي. مشكلة الكلاس بي في الفيديو اللي فات زي ما شفنا كانت بتطلع عندي الحاجات دي. ايه الحاجات دي؟ انت كده شوهت السيجنال، السيجنال باظت. السيجنال المفروض تطلع عندك ازاي؟ تطلع عندي كده بالاوت اللي عندي. طيب امال السيجنال هنا طلعت كده ليه؟ زي ما قلنا. طيب هل دي مشكلة اقدر احلها؟ اقدر احلها، ما عنديش حل الا انا ممكن اعمل كده، اكبر الامبليتيود بتاعي. تمام، الامبليتيود لما يكبر هتبقى الفرق ده صغير مش هقدر احس بيه، مقارنة ده بده هيبقى الفرق عندي ايه؟ صغير. طب اكبره ازاي؟ اكيد يعني الامبليفاير بدخله في انبوت يطلع في اوتبوت، يبقى عن طريق الفولتج جين. تمام، بكنترول الموضوع ده عن طريق الفولتج جين. نرجع لموضوعنا، كنت عايز احسب الايتا كلاس بي. تمام، هي ليه اسمها كلاس بي؟ علشان التعديلات او الحاجات اللي انا دخلتها عليها، دخلت لها سورس في سي سي. تمام، بيطلع في سي سي بيطلع كارنت كده، وفي سي سي سالب بيطلع كارنت كده، وعملت الترانزستورين بالشكل ده، فعملت حاجه جديده اسمها كلاس بي. طيب البي اوت او البي لود، الباور بقى المستهلكه في اللود نفسه، دي باور انبوت اللي هي في المقام، انا عارف طبعا جت منين. تمام، حاجه بس نسيت اقولها على الباور لود، حاجة نسيت أقولها على الأي لود. الأي لود بيك عبارة عن في أوت بيك على آر إل. تمام، كلام سهل أوي، الكارنت هيساوي فولت على مقاومة، بالتالي أنا شلت الأي إل وحطيت بداله، حطيت بداله في أوت أو في أوت بيك على الآر إل. تمام، كل ده أنا شغال فين لغاية دلوقتي؟ كل ده أنا شغال في الباور إنبوت دي سي، يبقى المقام كده أنا خلصت منها، كده عرفت ايه اللي فيها. الباور لود بقى، اكيد الباور لود دوت هتساوي ال في ار ام اس سكوير على الار ال، الفولت الار ام اس اللي هو شايفه سكويرد على الار ال. طب انا دلوقتي عايز اختصر بس مع مقام، الكلام ده ما ينفعنيش، لازم اخلي حاجه في البسط شبه حاجه في المقام واختصرهم مع بعض. تمام، تعال نشوف هنا ال في ار ام اس عباره عن ايه. والله دي عباره عن ال في بيك على جذر 2، شيل ال في ار ام اس وحط في بيك على جذر 2 وربعها، ال في بيك هتبقى في سكوير بيك، الجذر 2 هيبقى ب2. تمام كده، انا خليت ال في بيك تحت وخليت في بيك فوق، وفي ار ال تحت وفي ار ال فوق. اختصر ده مع ده، بسط مع مقام، هيطلع لك المنظر ده، ان الكلاس بي كلاس بي الايتا بتاعتها باي في في بيك على 4 في سي سي، على 4 في سي سي. برضو انا ما عرفتش احسب قيمه زي الكلاس A. كلاس A اللي اقصى او احسن ايتا طلعت لي كانت ب 25%. تمام، طب دي احسبها ازاي؟ تعال نشوف. هو اصلا الفي اوت اللي هو بيتاخد على الار ال على الار لود، تمام، ايه اقصى قيمه ممكن يوصل لها؟ اكيد مش هيعدي الفي سي سي. فاحسن الظروف، احسن الظروف الايتا ماكسيمم هتكون عندي ايه؟ لما الفي اوت يبقى ماكسيمم، لما انت تطلع اوت ماكسيمم قوي يبقى انت الايتا بتاعتك ماكسيمم، والايتا الاوت ماكسيمم لما يكون بيساوي الفي سي سي، شيل ده وحط بداله في سي سي، شيلته وحطيت بداله في سي سي، ده هيروح مع ده باي على 4. انا كده احسن حاجه 78.5%، كده انا حسبت ايه؟ حسبت الايتا ماكسيمم بتاعت كلاس بي. تمام، وبالتالي هي كده احسن حاجه. بقى المفروض نتكلم عنها الباور دي، الباور ديسيبيتد اللي هي مستهلكه في الترانزستور. طب دي اعملها ازاي دي بقى؟ انا دلوقتي عندي الحاجه اللي بدفع فلوسها الباور انبوت دي سي، بدخل باور انبوت دي سي عباره عن شويه يروحوا لللود وشويه يروحوا ايه؟ استهلاك. اذا كان على الباور انبوت دي سي فانا عرفت قيمتها، قيمتها اهي اهي اللي هي المعادله رقم 2، عرفتها خلاص وخلصت منها. طيب بالنسبه للباور لود لسه حاسبها من شويه عشان كنت بجيب الايتا حالا. طب ازاي؟ اهي ال V out سكوير على 2 R L، وقلت ال V out ديت جت منين؟ هي كانت عبارة عن V R M S، V R M S على جذر 2. تمام؟ طيب يبقى أكيد تعرف تجيب ال B دي، الباور الباور ديسيبيتد. أيوه، طالما أنت عندك معادلة فيها معلومين والحاجة اللي أنت عايزها مجهول، الدنيا اتحلت معاك. الباور دي هتساوي ال P input المعادلة 2 اللي هي ناقص ال P L اللي هي المعادلة 1، المعادلة 2 ناقص المعادلة 1. هتطلع معاك كده. حلو، انا كده جبت البي دي فانكشن في مين؟ في الداله دي. في ايه بالظبط؟ الار ال ثابت، الار ال ثابت، الفي سي سي عارف قيمته. طيب
الفي اوت هو المتغير، هو ايه المتغير. بالتالي الباور ديسيبيتد معتمده على الفي اوت. لو الفي اوت بزيرو يبقى مفيش باور مستهلك، ودي حاجه كويسه في مين؟ في الكلاس بي. طيب الحاجات اللي انا عامل عليها دايره ديت دي المتغيرات، اللي عامل عليه سهم ده ايه؟ الحاجه اللي بتبقى ثابته عندي. طيب ده شكل بارابوليك، دي شكل بارابوليك، بارابولا ممكن ارسمها بالشكل ده، ولكن الماس غير الفيزيكس. الماس او الابليكيشن بتاع الماس مش شرط دايما اطبقه تطبيق بحت. ازاي يعني؟ انا ما ينفعش اكمل شكل الايكويشن اللي عندي دي بالمنظر ده. ازاي بقى؟ مش انا عندي دوت الفي اوت، الانبوت اللي هي الانبوت بتاع الفانكشن، والاوت بتاع الفانكشن اللي هو البي دي، جيت ارسم الكلام ده. اقصى قيمه للفي سي الفي اوت بكام؟ بي في سي سي. بالتالي النقط اللي بعد كده ما ينفعش اوصلها ببعضها، يعني اكن الكيرف مش موجود هنا. المطلوب مني دلوقتي ان انا احسب قيمه مين؟ عايز احسب اقصى ايتا. ايه احسن ايتا موجوده؟ قلنا ان احسن ايتا تاخدها لما يكون عندك اعلى خارج او اعلى في اوت. يبقى الفي اوت الفي ماكسيمم عند الايتا ماكسيمم، يبقى اكيد النقطه ديت اللي عندها الفي سي سي اللي هو اعلى في اوت هيبقى عندها ايتا ماكسيمم. تمام كويس. طيب انا عايز المره دي بقى احسب اعلى باور ديسيبيتد. اكيد من الكيرف اعلى باور ديسيبيتد اللي هي قمه مين؟ قمه الكيرف ده اللي هي النهايه العظمى، الفاينل اللي هي القيمه الفاينل فاليو اللي عندي. اجيبها ازاي؟ والله اقدر اجيبها من الرسم. هتطلع لك قيمه الفي اللي هنا، بس انا عايزها قيمتها بالظبط. هجيب القانون بتاعي، هفاضل البي دي بالنسبه للفي اوت واساوي المعادله بالصفر، فاضل ديت المعادله دي بالنسبه للفي اوت وساويها بالصفر. هيطلع لك ان في حاجه اسمها الفي اوت ستار. جت منين؟ جت من تفاضل المعادله دي لما سويتها بالصفر. الفي اوت ستار ديت عوض عنها، هيطلع لك اعلى قيمه باور ديسيبيتد. تمام. اخر حاجه عايز اقولها ان انا عندي هنا الايتا بتقل كده. الايتا ايه؟ الايتا هتقل عندي. اذا كان هنا اعلى ايتا، كل ما تمشي هنا الايتا ايه؟ يعني من هنا دي ايتا مثلا، دي ايتا واحد، دي ايتا اتنين، دي ايتا تلاتة. تمام. الايتا واحد اعلى من الايتا اتنين، اعلى من الايتا تلاتة.